شنو هو المتخصص في الشؤون الوطنية وخاصة في القضايا يعني القضية الوطنية بالخصوص، يعني نتابعه إعلاميا ونتابعه أيضا من خلال اجتهاداته العلمية والأكاديمية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي؟ فليتفضل الأستاذ عبد المفتاح. مشكورا. شكرا جزيلا للدكتورة أشمل، أنا سعيد أيضا بأن أكون مع هذا الفريق من الأكاديميين والباحثين لتقاسم لحظات أعتقد بأنها ستكون مفيدة، بحيث يسعدني على غير يعني عدد من اللقاءات بطبيعة الحال التي تكون في منتديات معينة حينما يكون المستهدف هو الشباب. أعتقد بأن القيمة أو الثمن المعنوي لدورنا سيكون يعني أعمق وأثقل من فقط التعامل مع زملاء أو مع طلبة في مستويات عليا، وبالتالي مسؤولية أكبر. اطلاعي على المشروع الذي تقترحه واشتغل عليه مؤسسة الفقيه التطواني اليوم يعني بطريقة فقط اطلاع المواضيع والمحاور والمستهدفين والكيفية التي وضع بها البرنامج، أعتقد بأننا أمام برنامج كبير وأمام برنامج طموح أيضا، وأمام برنامج هناك حاجة إليه، هناك حاجة مجتمعية أعتقد. وكما قال السيد المدير في وزارة التربية والتعليم على أنه لابد من الاشتغال على الشخصية مستقلة عن يعني عن المحيط، أيضا أعتقد بأن الاشتغال أيضا على فكرة جامعة لا تلغي العمل على تكوين شخصية ذاتية. بالتالي فالمجتمعات التي نجحت في خلق أو في تقليص أزمنة التنمية وفي تقليص الفوارق الاجتماعية وفي التقدم والتطور كانت مبنية على أساس أن الجميع منخرط في فكرة مثلى، في فكرة سامية ينخرط فيها الجميع حتى يمكن أن ينتقل المجتمع من ذلك من تلك الأهداف المشتتة التي لا تجعل يعني فكرة وطنية جامعة يشتغل عليها الغني والفقير ويشتغل عليها المتعلم والغير المتعلم ويشتغل عليها الرجال والشباب والنساء وكل فعاليات المجتمع تشتغل على فكرة موحدة. أعتقد بأنه من الأفكار التي توحي المجتمع المغربي هي القضية الوطنية. القضية الوطنية تخلق نوعا من الإحساس بالمواطنة، بالخصوص حينما يتم التحرش بقضيتنا الوطنية. ولاحظنا بأن أكبر المسيرات هي التي مثلا انطلقت في الرباط بعد زيارة الأمين العام السابق بان كي مون إلى مخيمات الحمادة بتندوف، والتي استعادت ذلك الشعور الوطني من فئات مختلفة، وأحسسنا بأن الناس يأتون من مدن مختلفة وعلى نفقتهم الخاصة وبأريحية كبيرة للمشاركة في هذا النوع من رد الفعل وهذا النوع من الغضب حينما يمس المغربي في وطنيته وفي حقوقه الوطنية. فإننا نشعر بأن هناك يعني إحساس بالمواطنة، وهذا مقياس يمكن أن ينسحب على مواضيع أخرى وعلى أفكار أخرى، بمعنى أن الحس الوطني ليس مفقودا، ولكن الفكرة أو الأفكار التي تجمع المجتمع من أجل استنطاق هذه الوطنية هي التي نحتاج إلى الاشتغال عليها، وأعتقد بأن البرنامج جزء من هذا النوع من التفاعل.